بلدة حوس المحتلة، جمعت إعلان جهاد أو جمعت تدخل عسكري، محاصرة ميليشيات الأسد للمساجد في بلدة حوس. هاي عربة بي إم بي في بلدة حوس وليست في الجولان، وهذا الجامع الكبير في حوس. هاي حاصروا المساجد مشان منع خروج المظاهرات السلمية. هاي بلدة حوس المحتلة، في جمعت التدخل العسكري الفوري 16/3/2012. هاي محاصرة المساجد على المسيرات المؤيدة، ما في عربات بي ام بي وما في اطلاق نار، بس على المظاهرات السلمية. ليك شوفوا يا ناس، حاصرين المساجد. هاي العناصر شبيحة الاسد، العناصر المسلحة. هاي عربة بي ام بي كأنها جاي تحرر الجولان. وهاي اليوم تاريخ اليوم، بلدة حوس المحتلة جمعت اعلان الجهاد او التدخل العسكري الفوري 16/3/2012.